مساء الخير. حلقة الليلة من مرايا حلقة استثنائية، نحاور من خلالها وجها مميزا من الجالية العربية، وجها اختار الصمت طيلة حياته، قارئ محترف للأحداث، يعرف ماذا يريد، كيف يقيم، كيف يحلل، متى يتكلم وماذا يقول. كان مشغوفا بالحدث منذ صغره، والليلة سوف يكون الحدث. ندخل الليلة سوار بيته في سان بول دو فانس في جنوب فرنسا في هذه الليلة الممطرة من شهر آب، نحاول التغلغل في أعماق حميمياته، نظرته للأمور وأفكاره. رضا السيداوي، مساء الخير. مساء الخير، أهلا وسهلا فيك. أهلا، شكرا، نلتقي فيك الليلة. نعرف الجمهور اللبناني على شخصك. الحقيقة أنت اخترت دائما الصمت بحياتك، اخترت الظل، اخترت الابتعاد عن قرع الطبول وعن الأضواء وعن الشهرة. كنت دائما بعيد عن العدسات سواء بالتلفزيون أو على صفحات المجلات، لم تلهث أبدا وراء الشهرة. الليلة نحن عم نخترق جدار حياتك، عم نخترق الجدار يلي بيحيط فيك، لنحاول نكتشف أو نكشف النقاب عن فصول حياتك أو عن الفصول يلي شكلت صفحات حياتك. الليلة نحن سوا والمصادفة حلوة لأنك عم تحتفل الليلة بعيدك 60 سنة مرقوا على ولادتك. 60 سنة عتبة جديدة من حياة مطلق أي إنسان الحقيقة بيوصل هالعمر. هل بتشكل لك نقطة تحول بحياتك هالعتبة هي؟ يعني المشكلة إنه عم تذكرني بشيء بحاول أنساه. لك حل طبعا، محطة مهمة بالمعنى يعني الرزنامة، ولكن يعني لا تغير شيء، بمعنى انه الستين مثل 59 مثل 30. طبعا نتأمل انه تكون اغتنت تجربتنا وزادت شوي معرفتنا وفهمنا للناس وللأحداث. فيما عدا ذلك طبعا أهم ما في 60 اللي بنحاول ننساها انه بيدخل الإنسان في مرحلة يرى فيها نهاية الطريق، ومن خلال رؤية أو تحسس نهاية الطريق بحاول انه يكون اكثر حرصا على قيمة الوقت وقيمة التعاطي مع الاشياء، وبحاول انه يعني يكون مفيد اكثر، لانه دخل بطريق الوداع. وفي تشاؤم بحيث في تشاؤم بكلامك هون سيد صيداوي. الحقيقة نحن نعرف أنك أنت إنسان متفائل دائما، وأنك إنسان هلأ كنا نحكي قبل شوي قبل ما نبشر بالتصوير كنا نحكي عن بيت يلي قاطن فيه هون يلي ساكن فيه، وقلنا أنه الحقيقة يلي بيعيش بهيك بيت بيطول عمره، وقلت لي أنه بتحب دائما تنام بعد وجبات الغداء، ويلي بينام بعد الغداء بيطول عمره. إذا أنت متفائل. هذا الكلام ليس بكلام تشاؤمي، وإنما يعني مش كلام موضوعي هذا. نظرة برأي بمعنى العمر، العمر هو الإنسان اللي بيحمله. تمام، لذلك قلت لك ما مهمة سوى إنه حتى فقط فيها إنه في تأمل بتذكر الإنسان إنه في نهاية الطريق. بيعيش الإنسان سنواته كأنه يعيش أبدا. بيعترف بالنهاية إنه في نهاية الطريق للجميع. بيصير مع الزمن مع السنوات بيصير أكثر وعي الإنسان لذلك، بالتالي بيحاول يكون أكثر حكمة، وبيحاول يكون مفيد أكثر، مش فقط لنفسه وإنما لمجتمعه وللعالم اللي عايش فيه أو للعالم ككل إذا كان عنده هذا الطموح. على كل حال نحن نعتبر أن نهاية المطاف بعد بعيدة، بنحاول دائما نتأمل بهالشيء.
وبرأيي بكل الطوائف الحقيقة منفكر دائما أنه حياتنا حتنتهي بكرة، ومنشتغل على أساس أنه الحياة قصيرة حتى ما يكون العقاب عقاب قاسي علينا لاحقا. سيد فضاوي، بعد عم نحكي شوي عن الأعمار، اليوم بعد مرور هالسنوات الطويلة والحافلة بالمحطات بنقاط التحول بحياتك، سنوات مثقلة بالهموم والمتاعب، هل أعدت النظر بحياتك؟ الحقيقة أنه يعني مثقلة بالهموم والمتاعب، يعني إلى حد ما فيها مبالغة. شيء من المبالغة، لأنه يعني رغم أنه عشنا في عالم وفي منطقة بطبيعتها الإنسان بده يتعايش مع الهم ومع المشكلة ومع المأساة، ومع لأنه محاط بالمآسي ومحاط بالمشاكل ومحاط بالهموم، محاط بقدريات هي أكبر منه ومن الآخرين، ولكن بنفس الوقت بيعمل الإنسان مصالحة مع هذه الأمور، بيحاول أنه يعني يخلق يعني يستخرج الأفضل من حياته. وأنا إلى حد ما بعتبر أنه يعني كنت يعني الحظ ساعد وشيء من الجهد لحتى تكون الهموم أقل والمشاكل أقل. لكن ما إعادة تقويم لحياتك، هل الحصيلة كانت إيجابية؟ هذا للآخرين يقرروا، لكن أنا بالنسبة لي بعتبر نفسي يعني عامل مصالحة مع الذات من سنوات طويلة، بالتالي يعني لا أعاني من مشكلة يعني لا ما عندي شكوى. يعني أنت بتتمتع بسلام داخلي، في سلام مع نفسك. طبعا هذا يعني هي هي المصالحة بالحقيقة. هل في لحظات ندم بحياتك؟ هي في طبعا لحظات مش ندم، في لحظات إعادة تقييم ومراجعة يعني، وأنا بعتقد أنه الإنسان بحاجة لعملية مراجعة مستمرة لكل ما يقوم فيه ولكل ما يتصرف فيه ولطريقة تعامله مع الناس، ويعني يعمل أوتوكريتيك مستمر لكل ما يقوم فيه، وبالتالي يحاول يصحح أشياء ويحاول يعني يغير أشياء، لأنه الحياة هي عملية تجدد وتغيير مستمرة. يعني إذا ما تعاطى معها بوعي وإنما مر فيها مرور الكرام، يعني هناك يفاجأ بالهموم وبالمشاكل والآخرة. هون أهمية، في حين أنه نحن بنحاول نعمل توقع وناخد الحالات توقع الأسوأ لكي نفرح بما هو الأفضل. سيد فضاوي، هون أهمية المراية وأهمية المرايا. الحقيقة برنامجنا اسمه أو عنوانه مرايا، بتعرف الإنسان بيطلع دايما بالمراية بيحاول يصلح الشوائب، بيحاول يعزز المكاسب أو الحسنات، والحياة هي مراية الإنسان ومراية أعمال الإنسان. رجا سيداوي، فلسفتك بالحياة فريدة مميزة، ما بتختصر بعبارة أو بجملة واحدة، هي شعار لفت لي نظري أنا والمكتبة عندك، وعد مراقبتي بتفاصيل هالمكتب لقيت طبعا لوحات كثيرة، كتب عديدة، كتب باللغة العربية، كتب باللغة الإنجليزية، كتب باللغة الفرنسية، لكن كان في إطار برواز بداخله في صور عديدة، صورة لأهلك، صورة لألك، صورة لبناتك، صورة لبيتك، صور للمشاريع أو النشاطات اللي بتمارسها. إذا منلاقي في كتب بتمثل مكتبة الكونغرس الأمريكي، فضلاً عن هالشعار يلي بيقول، ورح أري المشاهدين مثل ما هو باللغة الإنجليزية: The master in the art of living makes little distinction between his work and his play, his labor and his leisure, his mind and his body, his education and his recreation, his love and his religion. He hardly knows which is which. He simply pursues his vision of excellence in whatever he does, leaving others to decide whether he is working or playing. To him, he's always doing both.
هالتوازن من الصعب ايجاده، بل هو توازن مثالي يبتعد لحد ما عن الواقعيه. الى اي مدى تطبق هالشعار بحياتك؟ وهل هو وراء نجاحك ام هو حصيله ام ثمره نجاحاتك او تجاربك بالحياه؟ الحقيقه يعني هذه مثاليه، حاله مثاليه طبعا، ككل اشياء الانسان بيحددها اهداف في حياته، بيحدد اهداف مثاليه ويسعى. يعني الوجود هي حاله سعي مستمره لتحقيق اشياء الانسان بيرغب بانه يحققها، واهم شيء بيحققه الانسان هو ما يحققه مع ذاته، من خلال ذلك يقدر يحقق، يفيد الاخرين، يفيد مجتمعه. طبعا هذا الشيء اللي يعني عن عدم معرفة قبل ما قرأت هذا الأمر هالشيء، وهو هذا نص يعني زين بودي. كنت بشكل يعني بحاول مارس هذا الأمر، يعني دائما نظرت للحياة إنه هي عملية يعني سنتيز، أو كما شيخ العلالي بيوصفها مؤلفة، بترجمة سنتيز إلى كلمة مؤلفة أو مألفة، ما بين يعني عمل الإنسان وحياته وتعامله مع الآخرين، وما بين يعني ما هو تسلية وما هو عمل جدي، وإنه بالنهاية في تداخل بالحالتين، وفي يعني الأسلوب الأمثل إنه دائما يكون وهو يعمل كما لو كان يتسلى، وهو يتسلى يعمل، لأنه يعني في العمل البرودكشن لاين، انه عم تعمل شيء اللي هو يعني روتيني الى اخره. فهي العلاقه الجدليه بين الحالتين هي اللي بتشكل بالنسبه لي، يعني اذا واجه صعوبه الانسان يتعدى هذه الصعوبه كما لو كانت يعني مشكله بسيطه، او اذا واجه تحدي يتعامل مع هذا التحدي كما لو كان حاله يعني يفلسفها رأسا. ويعني فكرة انه في قول انه السعادة هي نسيان ما لا يمكن تغييره، جزء من هالأمر هو لأنه بطبيعة العالم، بمعزل عن عالمنا، في كل ما الحياة أصلا منذ أن تكونت ومنذ أن بدأت، هي الجزء الأكبر فيها كان دائما مشاكل وهموم، والجزء الأقل هو فرح. ولذلك في يعني من بداية أول ما يعني منذ التوراة، 6 أيام عمل وتعب ويوم راحة وتسلية. فدائما يعني الجهد والتعب والإلخ هو العنصر الغالب، محاولة يعني خلق حالة توازن ما بين الحالتين الوضعين، هي اللي بتأمن مثل ما ذكرت معادلة بتخلي الإنسان يكون سعيد مع نفسه، بالتالي لما يكون سعيد مع نفسه يسعد الآخرين، وبالعكس عندما يسعد الآخرين يسعد. صح. الحقيقة حبينا بالبداية نبتدي بفلسفتك للحياة والأمور، محاولين الخروج من الترتيب التقليدي اللي بنتبعه عادة ببرنامجنا، من الفلسفة حنتقلها للواقع، لأرض الواقع، لسوريا، الأرض الأم حيث خلقت عام 39، الرجل الصيداوي خلقت بالشام، بعالم الطباعة والكتابة والسياسة نشأت، حيث كان والدك وديع الصيداوي بيملك جريدة النصر وقد أسس عام 43، إذا كان عمرك 4 سنوات فقط. عشت بين ريحة الحبر والورق وجو البحث الدائم عن الجديد، والولد دائما بيتلقى بحياته. هالجو كيف انعكس على شخصيتك؟ شو استهواك فيه؟ وشو ما حبيت فيه؟
الحقيقة أنه يعني مثل ما ذكرت نشأت في بيت في الكتاب وفي القلم وفي الجريدة وفي الخبر وفي الحدث، لأنه مثل ما بتعرف الصحافة ما كانت صناعة، كانت بتلك المرحلة هي جزء يعني من الحياة السياسية اليومية، هي جزء من الحدث، هي جزء من مما يجري للناس، لأنه كانت حالة معبرة عن الناس وعن همومهم ومشاكلهم، بمعنى أنه كانت حجمها صغير، بالتالي يعني موجودة بين الناس وليست يعني مشاريع صناعية وماس ميديا بالمعنى يعني اللي بتخلق حالة الابتعاد وبتصفي، بصير يعني تقييم الأشياء قايم على قاعدة الإحصاءات، إنه والله في نسبة كذا من السكان بيهتموا بكذا، في نسبة إلى آخره. هالحالة اللي هي كانت تكامل ما بين العمل السياسي والعمل الصحفي، هذا عشت فيه وعشت بهالبيت، وبالتالي يعني كون عندي حالة من يعني الفضول المرضي لحد ما مرضي هذا اللي هو عبء مستمر، انه هذه مسألة الانسان 24 ساعة 7 ايام يعني يعيش الحدث، يعيش الهم، يعيش ما يجري في مجتمعه الصغير الى المجتمع اللي اكبر الى المجتمع العالمي والآلي. بالتالي اغنت الحقيقة اغنت عندي حس الانتماء سواء كان لمجتمعي او للعالم، وبالتالي يعني تفاعل منذ الصغر بالحدث اللي يعني ببلدي او حول بلدي او بمنطقتي او في العالم. فيعني هالشيء هذا شكل حالة صارت طبيعة تانية يعني، وبالتالي صار في يجري حدث في مكان ما، رد فعل تلقائي للمتابعة بعتبر هذا الشيء أهم شيء يعني حصلت عليه نتيجة هذا الظرف المتميز، يعني هالنشأة اللي صدف أنه في بيت من هذا النوع. وطبعا يعني نتيجة الشيء عشت يعني التصقت مع كل حدث، فكان هذا عنصر يعني الحقيقة مهم جدا، وبعتبره أفادني كثير، لأنه جعلني من خلال الفضول أبحث عن ما هو ما وراء الحدث، ومن ثم تفسير الحدث، ومن ثم وضعه بسياق يعني أوسع، فأوسع يعني صرت قارئ محترف للحدث. هذا شيء يعني محاولة اي قارئ الى حد ما، وانما خلينا نقول الانستنت اناليسيس يعني التحليل السريع يعني بشكل صارت حالة تلقائية رأسا، ربط الحدث بحدث اخر، تقاطع الاشياء هذه صارت الحالة الطبيعية، فما عاد فيها ما عادت مسألة انه والله يعني فيها تميز، لانه مثل ما يعني طبعا بدون ما يزعم الانسان بموهبه او الى اخره، مثل ما انه الانسان بيولد مثلا بصير يعني فنان يعني او عازف مثلا او عازف او شيء من هذه، بتصير الطبيعه يعني، وبالتالي بتصفي عمليه بتغذي نفسها، لانه عمليه متكامله بتغذي الانسان كمان بتوقف. طبعا لانه ما هي هنا يعني الانسان مع الحدث، مع ما يجري، مع المتابعه، مع يعني حالة الاستنفار الفكري المستمرة، انه حالة مستمرة اللي هي متعبة احيانا. رجاء الشيضاوي، مين هن ابرز الصحفيين اللي التقيت فيهم ببيت اهلك؟ هل بتذكر حدا؟ طبعا يعني التقيت بعدد كبير من الصحفيين من الاجيال القديمة، من اعلام الصحافة يعني من جبران التويني يعني حنا غصن من لبنان، اللي كانوا يعني لهم تعاطي ويجوا على
كنا بلد واحد وما زلنا طبعا. طبعا يعني كانوا الحقيقه لما كان اول مثلا اول وفد دعي لبريطانيا بعد انتصار الحلفاء كان وفد صحفي سوري لبناني في يعني في الوالد الله يرحمه، في جبران تويني الله يرحمه، في احد نغصن، في يعني كوفد واحد نجيب الرئيس وكان نجيب الرئيس صحيح نجيب الرئيس و سعيد فريحة ما كان سعيد فريحة دفعة الثانية بس يعني كوفد واحد مش انه والله وفد سوريا او وفد لبناني، لانه كانت بالفعل يعني كان شعب واحد ببلدين باستمرار. لذلك يعني كنا نحن مثلا بلبنان وبسوريا بنفس الحاله يعني موجودين يعني كل ويك اند ونحن اطفال بنروح نمضي بيروت او طبعا صيف حال معظم العائلات اللبنانيه او السوريه هي امتداد لبعضها طبعا يعني بتلاقي نفس العائله موجوده هون وهناك بالنهايه يعني كانت كان بلد واحد يعني بلد واحد بين الصحافه والسياسه هناك دائما ترابط وتلازم إذن لكثير من أصحاب المطبوعات أو الصحف والمجلات يطوعون مؤسساتهم لمآرب سياسية شخصية، والعكس كمان صحيح، كثير من السياسيين بيستخدموا الصحافة لترويج أخبارهم لتلميع صورتهم ولتجميلها. جريدة الوالد النصر هل كانت ممر عبور لطموحات سياسية شخصية أم كان لها خط وهدف محدد وملتزم؟ الحقيقة أولا يعني نحن ننتمي في دمشق إلى عائلة مسيحية في دمشق، هذا اللي بطبيعة الحال جعل يعني كونه بالعمل العام في وعي أكثر على أنه يكون الموقف منتمي لما هو الموقف الوطني في تلك اللحظة، أنه تعرف الموقف الوطني هو له تايمينج في الموقف الوطني المستمر الأساسي المبدئي، ثم في المواقف يعني مثلا الوالد الله يرحمه لما أسس يعني لما أسس الجريدة كان قبل ذلك رئيس تحرير جريدة ألف باء كانت جريدة مشهورة جدا، اختلف في موضوع قراءة ما يجري والأحداث وفيما يتعلق بالحرب العالمية الثانية، فخرج فترك رئاسة تحرير الألفباء وأسس النصر وسماها النصر بفكرة أنه انتصار الديمقراطية على أساس أنه حرب الحلفاء ضد ألمانيا النازية هي كانت يعني جزء منها هو حرب من أجل الديمقراطية فبهالمعنى طبعا هذا الموقف ما كان له شعبية كثير لأنه كانت المنطقة معاناتها هي مع الغرب ومع الغرب اللي ترغب أنه ينتصر وهو يعاملها المعاملة اللي عاملها باستمرار. لذلك يعني بعد سنوات بأول فرصة صارت بمنتصف الخمسينات لما دخل الاتحاد السوفيتي يعني كلاعب مهم في المنطقة وبعملية توازن سياسي في المنطقة مقابل الغرب يعني كانت الجريدة موقفها موقف كامل ضد الأحلاف ويعني ومع التحالف مع الاتحاد السوفيتي مثلا، لأنه في تلك اللحظة كان ذلك بين قوسين الموقف الوطني لاحظت كيف يعني فبهالمعنى دائما كان في طبعا كانت مع الوحدة مع قيام الوحدة ثم حصل عبرت عن حالة يعني رد الفعل على أخطاء الوحدة فأيدت الانفصال وإلى حد ما يعني مثلا بالنسبة لي أيد الوالد الانفصال أكثر مما يجب بالنسبة لي، لذلك حصل خلاف
بينك وبينه بالرأي السياسي وبالموقف السياسي، يعني لأنه ذهب موضوع يعني كاد يعني تأييد الانفصال السوري عن مصر يصل لمرحلة إلى حد ما الكيانية، وهذه يعني مسألة كنت بعتبرها أنا يعني أولا تطرف من جهة وتطرف مؤذي للبلد. فحصل خلاف بيناتنا بهالموضوع، طبعا خلاف فكري وسياسي فقط. إذا مثل ما قلت هالفترة التاريخية كانت فترة خصبة وغنية الحقيقة بالأحداث، كانت فترة فيها اهتزازات وانقلابات ومرحلة عدم استقرار بالمنطقة بشكل عام وبسوريا بشكل خاص، فمن شكل القوتلي إلى حسن الزعيم إلى الحناوي وغيرهم وغيرهم، حتى طبعا رسوخ أو وصول حزب البعث إلى الحكم وبقائهم منذ ذلك الحين. التغيرات السياسية المتلاحقة ومتسارعة وجذرية، حكيت كيف الصحافة وكبتها، لكن الأنظمة هي كيف تعاطت مع الصحافة ومع الصحفيين؟ حتى ثورة 8 من آذار كان تعامل الأنظمة مع الصحافة هو محاولة احتوائها ومحاولة يعني تطويعها، ولكن بدرجة معينة بحسب الظروف في الدكتاتوريات العسكرية وفي الأوضاع الديمقراطية. في الأوضاع الديمقراطية اللي من أصل منذ الاستقلال يعني حوالي 10 سنوات خلينا نقول كان في وضع ديمقراطي برلماني، في تلك المرحلة كانت الصحافة مزدهرة وفاعلة في الأوضاع الدكتاتورية طبعا كان في ضغوطات، وبالتالي كانت الصحافة تمارس يعني الأسلوب الوقائي. طبعا بالنسبة للجري يعني بالثامن أزاب 63 عند مجيء حزب البعث ما حصل انقلاب، وإنما حصلت ثورة، ثورة بمعنى تغيير الكامل لكل النظام السياسي. يعني كان بالماضي يصير انقلاب يبقى شكليات النظام، يلغى المجلس أو إلى آخره، لكن شكليات النظام يحافظ عليها بشكل من الأشكال. حصل تغيير اللي هو ألغى طبقة سياسية كاملة، وبما فيه أيضا مع هذه الطبقة السياسية، لأنه الصحافة كان جزء من الطبقة السياسية، فتلك الصحافة ألغيت، وبالتالي أغلقت الصحف و يعني صدرت الأملاك إلى حد يعني. وحصل حتى ما سمي في ذلك الحين بالنظام العزل السياسي. فالوالد كان مع المجموعة اللي انتقلت، ممكن نسميها انتقلت، والعزل السياسي وإلى آخره. وهنا كان يعني أنه أنا كنت أنتمي للحزب اللي هو يعني، فهذه مرحلة كانت صعبة جدا في حياتي. كان في مواجهة بينك وبينه، لأنه من جهة بطبيعة الحال يعني انتمائي لأهلي وعلاقتي الوثيقة بوالدي اللي كان يعني مسألة مهم بالنسبة لي، لكن خلاف سياسي عميق ومدرستين طبعا جيلين. يعني كان في ما يسمى بصراع الأجيال، ولا هذا الشيء جعل يعني لفترة، هذه الفترة كانت الفترة الصعبة، مرت بشكل مختصر، لأنه أنا بشكل أشكال وصلت لقناعة بأنه يعني ما جرى هو أمر أنا صعب أني أتعايش معه، بسبب أني يعني تربية ليبرالية رغم الانتماء للحزب البعث اللي كان يعني بأساسه حزب ليبرالي، لكن الظروف السلطة غيرت طبيعة الحزب. مع مجيء الثورة شاركت بتأسيس جريدة الثورة وكنت رئيس قسم الأخبار، لكنك بعد أشهر قليلة انسحبت ورجعت إلى لبنان حيث مارست العمل الصحافي تحت اسم مستعار، فكنت توقع مقالاتك باسم صلاح عامر بمجلة الجديد يلي كان يصدرها توفيق المقدسي في لبنان. لما سحب أنا لما ذهبت إلى لبنان كنت طبعا عايش بلبنان، درست في لبنان، ويعني من 55 موجود في لبنان، يعني ما أنه رجعت مثل يعني كلمة دقيقة، لأنه قعدت فترة بسوريا سنة ونص فقط، رجعت
كنت بمرحلة اللي يعني خل نقاش مع الذات، ماذا أريد أن أفعل؟ هل أريد أن أكون بالعمل السياسي؟ العمل السياسي أصبح يعني يا إما مع النظام أو متآمر عليه. واحد بالعمل الصحفي كان عندي فكرة إنه أنا بالنتيجة ما كان همي العمل الصحفي، كانت الصحافة بالنسبة لي هي جزء من العمل السياسي، لذلك يعني اعتذرت عن إني أو ما دخلت بالشيء اللي يعني بالمؤسسات الصحفية اللي كانوا كلهم أصدقائي. يعني كان يعني أهم وأكثر صديق اللي في لبنان كان ميشيل أبو جودي، ومع غسان تويني حاولوا إنه يعني ادخل بالنهار يصطادوك. عرفت لا يعني بفكرة اللي يعني من المحبة والصداقة والآدي، لكن والاعتقاد إلى حد ما إنه ممكن يكون مفيد يعني. طبعاً ما في شيء بالعمل ما في صداقة يعني. لكن أنا كنت مقرر إنه يعني ما رح أكون صحفي في لبنان، لأنه إذا كنت صحفي حأبقى صحفي، وهذا مسألة ما كنت ناوي عليها. رجاء الصيداوي، بيروت عاصمة الحرية، الانفتاح والتعددية الثقافية والسياسية، بيروت المدينة اللي ما كانت تنام، بيروت ملتقى الأدباء والمثقفين والشعراء والصحفيين، كيف تسترجع؟ كيف كان بيروت؟ كيف تسترجع؟ بسترجعها كما وصفتها ويعني وأكثر. كانت حالة يعني عصر ذهبي، لأنه كانت مرحلة بيروت تعيش فيها التقاء الثقافات، الحرية بمعناها الحقيقي، يعني مش بشكليات الحرية فقط. النقاش طبعا كان إلى جانب أنه فيها يعني تعاطي أنظمة ودول وأجهزة، ولكن رغم ذلك حالة الحرية كانت يعني بازدهار كامل. وبالتالي كانت مرحلة ولادة الحقيقة، يعني كان يعني جاء ما أجهضها بحرب 67، إنه حرب 67 يعني والهزيمة 67 هي خلقت حالة جديدة بشكل كامل في المنطقة. فبدت بيروت تضمر. عشنا بأوائل السبعينات اللي كانت أيضا بيروت فيها التألق الثقافي، ولكن كان في شيء عم بيتدمر داخلي، كان في عملية تدمير داخلي مستمرة سياسيا وثقافيا واجتماعيا، وأخذت أشكالها اللي أدت إلى حالة الحرب اللي بدأت في 75 بالـ75 الأهلية ولا هذه. فأنا كنت في تلك الفترة يعني طبعا في لبنان، بالـ75 يعني بداية 75 حتى قبل ما يعني أيضا عملت قراءة إنه داخلين في مرحلة حتكون مرحلة يعني مرحلة ظلام وهيك صار. بالـ75 طبعا اندلعت الحرب بلبنان، بدأ الاقتتال بلبنان من أفرقاء مختلفين متعددين، الجميع افتكروها غيمة عابرة لكنها تحولت إلى عاصفة قوية جدا، جرفت مع الحلم الجميل والتألق، غادرت لبنان، انتقلت إلى لندن. هالفترة نحكي عنها بعد هالاستراحة مع العلين. أصدقاء المشاهدين، بعدكم مع برنامج مرايا وليلى عم نحاور من جنوب فرنسا السيد رجاء الصيداوي يلي بطل للمرة الأولى. خليكم معنا، الحوار ما تبعوا بعد. عودة إلى مرايا. رجاء الصيداوي من جنوب فرنسا، بالستينات صناعة النفط كانت واقعة تحت سيطرة الأخوات السبع (Seven Sisters) حسب ما كانوا يسمون، هي شركات أمريكية توتال وشيل وبي بي وغيرها، كانوا محتكرين السوق، كانوا بالتالي عم يحددوا الأسعار والطاقة الإنتاجية أو الإنتاج. عدة دول حاولوا مواجهة هالتكتل أو هالاحتكار، فكانت الأوبك لمراقبة السوق وتثبيت الأسعار ساعية وراء السيطرة على الثروات النفطية طالما هي دول المنتجة والمصدرة. هالمواجهة هي كان لابد أن تحمل معها تغيير سياسي واقتصادي. اهتمامك بالطاقة والنفط كان طبعا تحول بحياتك،
فالصحافة المكتوبة أو الكتابة هي مزيج من العقل والقلب، أما النفط فهو مجال جاف، جاف جدا ومعدني، مجرد من الأحساس والمشاعر. هالتحول كيف حصل؟ اهتمامك بهالعالم كيف بدأ؟ الحقيقة أنا من خلال اهتمامي بالسياسة ويعني كوني متتبع للأحداث، موضوع النفط وموضوع الطاقة هو كان دائما في صلب حياتنا السياسية، ما كنا واعيين عليه إلا بأشياء بشعارات معينة، مثل يعني نفط العرب للعرب، مثل إعادة الثروات، مثل إنه تخفيف من دور الشركات اللي كانت مسيطرة على الثروة النفطية العربية. في 1966 حصل خلاف بين سوريا ومصر، بين سوريا والعراق، أدى لأنه سوريا أغلقت خط الأنابيب الاي بي سي. هذا كان الحقيقة لحظة بالنسبة لي، لحظة هيك رؤية جديدة، تأمل، لأنه بلحظة معينة اجتمعت ما معنى أهمية النفط في السياسة وفي العلاقات الإقليمية والجيوبوليتكس، وكيف ممكن، لأنه كادت سوريا، العراق وسوريا كادوا يدخلوا في حرب فعلية نتيجة هذا الأمر في 1966. فحصل عندي هذا الشيء، وجدت أنه هذا موضوع يجب أن أطلع عليه من منطلق اهتمامي بالسياسة. طبعا أنا خلفيتي دارس اقتصاد يعني، فمع الوقت وإذ بدأت الاهتمام فيه ووجدت أنه هو ليس بمادة جافة، أنه هو يعني ليس فقط يعني هو دم الحضارة، ليس هو المغذي، هو الأكسجين للتقدم، وإنما أيضا هو المحرك إلى حد كبير تقريبا في كل ما جرى في عالمنا بالشرق الأوسط. يعني منذ سقوط الإمبراطورية العثمانية النفط هو المحرك الأول في الشرق الأوسط، في كل السياسات في الشرق الأوسط، طبعاً مع كل ويلاته ومع كل كوارثه، كل ويلاته وكل كان النفط هو المحرك الأول، وجاء بعد النفط المحرك الثاني هو إنشاء يعني مشروع دولة إسرائيل. يعني ف طبعا عم نتكلم عن النفط الان، فقررت اني ادرس هذا الموضوع، وجدت مع الوقت انه افضل طريقه لدراسه هذا الموضوع انه النشر فيه. فبدات مع مجموعه من الاصدقاء نشره نفطيه كان اسمها عالم النفط، كنت انا رئيس تحريرها، وكانت هي الحقيقه قايمه على فكره دايجست، انه دايجست اسبوعي، كل ما ينشر عن النفط في العالم يعني يلخص ويحلل في نشرة اسبوعية مرة في الاسبوع. كانت هذه المدرسة الأهم بالنسبة لي، لأنه من خلال هالشيء صار عندي الاطلاع يعني على هذا العالم المهم جدا اللي اسمه عالم النفط وعالم الطاقة. وعيت رأسا الشيء اللي ذكرته، انه الآن في تغير، في هزة أرضية جاي، إنه في حينتقل ميزان القوى من الشركات السبعة اللي مسيطرة على النفط في المنطقة وفي العالم إلى الدول المنتجة. ومن خلال هالشيء طبعا أنا كنت بآخر شيء في العالم ذهني إنه أنا بدي أتعاطى بالبزنس، لكن وجدت إنه في هذه الحالة هنا يلتقي العمل بالسياسة، وأنه في هذا التغيير ممكن يفتح يعني فرص لأنه يكون في دور لناس من المنطقة العربية يتعاطوا بالشأن النفطي ويكونوا يعني مش بس عندهم معرفة وإنما يكونوا لاعبين في هذا الموضوع في منطقة. فهذا كان الاهتمام. النشرة استمرت كم سنة تقريبا؟ استمرت فترة طويلة. أنا تخليت عن رئاسة تحرير النشرة وخلص بدنا ب 72 بعد ما أسست، لما الفرصة تحولت إلى
مشروع عملي. يعني قررت اني اتخلى عن تخرجت من الدراسة واعتبرت نفسي انه صرت الان قادر انه يعني اشتغل متخرج بالعمل المباشر. فبدأنا بشركة بدأت فعليا بالسبعين، لكن انا قمت يعني العمل فيها بالـ72 واستمريت بهذا الحقل حتى هذه أشكاله المتعددة. الشركة جمعتك بالسيد عدنان خاشقجي اللي كان وقتها بقمة أو بذروة نجاحه وتألقه، وقد حاول العديد من الأشخاص حتى ما نقول الجميع يتقربوا منه. هالشي حصل معك، تعاونتوا سوا بين عامي 70 و75 وكانت مرحلة الثورة النفطية. هالتعاون ترجم عبر شركة مثل ما قلت، لكن فينا ندخل أكثر بتفاصيل الشركة بنشاطاتها، عن شو كانت مسؤولة، شو كانت أهدافها، شو كانت خطة العمل. طبعا الحقيقة يعني أسسنا الشركة في 70 اللي كان المالك الرئيسي فيها عدنان، وكان في صديق عراقي اللي اشترك معنا. وأنا عدنان كان السعودية بالذهن طبعا، لم يكن هو السعودية، ولكن كان هو رجل الأعمال الأبرز في من السعودية، والسعودية هي كانت البلد ولا تزال البلد الأهم في العالم في هذا. فهذا كان عنصر. الشخص العراقي اللي اسمه عزة غرباوي ولا نزال معنا يعني تعاون، كان مدير دائرة الاقتصاد بشركة النفط الوطنية العراقية، وأنا كنت مراقب. فأسسنا هذه الشركة وبدأنا بمشاريع. مراقب محلل؟ لا، بصفتي يعني مثل ما ذكرت لك جاي يعني عم بدرس بعد بالهادي، بس الفكرة هي فكرتي أنا. يعني أنا وجدت وأنا أنعت عدنان بالموضوع. يعني عدنان ما كان يعني كان حقله حقل آخر، طبعا مهتم بهذا الأمر ومهتم فيه، ولعله من أوائل الذين فهموا علاقة النفط بالسياسة عدنان وبالتالي بالأعمال وبالبزنس. فقمنا بعدة مشاريع، وكان عندنا مشروع مصفاية بالسودان ومثلنا شركات، ويعني قامت بعدد من المشاريع من التسويق ومنها، لكن ظل بقيت محدودة ضمن ظروف معينة، لأنه كانت لسه ما حصل ما يسمى بال يعني the oil shock، الثورة النفطية اللي تمت بعد حرب 73، بعد أكتوبر 73، يعني وارتفعت تضاعف سعر النفط عدة مرات، وفقدت الشركات دورها الفاعل الرئيسي، وأصبحت الدول هي المهمة. وليش ما استمريت مع عدنان خاشقجي؟ الواقع أنه لما حصل هذا الأمر إذا انفتح عالم واسع، أصبح هذا يتطلب يعني تركيز أكثر. عدنان كان اهتمامه يعني بحقل آخر هو تركيزه فيه، وهو حقل صناعي السلح. وتمثيل شركات يعني أنظمة دفاع إلى آخره، مش سلاح بالمعنى الشائع للكلمة، وإنما ممثل شركات أجنبية. يعني العالم معظمه وسطاء بالمناسبة، يعني نستعمل نحن كلمة وسيط بالمعنى يعني حتى شركات النفط الآن هي وسيطة. لذلك يعني يعني ما بين المصنع يعني والمستورد في دور مهم كان يقوم فيه عدنان وغيره وإلى آخره فيه. طبعا هو حلق بذلك الموضوع، ولكن كونه أصبح بارز أكثر من اللزوم، وعالم النفط يتطلب درجة من يعني خلينا أقل ظهورا ما أكثر في الظل، لأنه يعني بيتطلب يعني في طبيعة المفاوضات طبيعة هذه. فحصل بهالمعنى نوع من two cultures، يعني ثقافتين، لأنه نوعين من الأعمال إلى حد ما مختلفين. لذلك بالتفاهم يعني عملنا فضلنا من هنا الشركة. وأنا كانت مناسبة أني انتقلت إلى لندن
1975 فبدأت في لندن شركة جديدة مع صديقي اللي ذكرته العراقي، وحصل طبعا يعني من 1975 صار تاريخ لأنه انفجر، حصل انفجار كامل اسمه الانفجار النفطي. نفطي يعني بال 75 طبعا العاصمة البريطانية فتحت أبوابها للبنانيين بشكل خاص، وتحولت مع الوقت إلى عاصمة الصحافة والطباعة على غرار ما كان بيروت قبل الحرب. المفارقة أنك من دون ما تلتحق بقطار الصحافة يلي عشقتها من صغرك، بقيت بعالم النفط حيث أنشأت شركة مثل ما قلت تعنى بدراسة المشاريع النفطية بالشرق الأوسط وبأفريقيا. قررت تخلى عن الصحافة وبعد دراستك وبعد ما تلمزت الحقيقة بهالنشرة النفطية هيدي ودخلت عالم النفط وعرفت زواياه وتفاصيله، أردت طبعا أنك تتوسع فدخلت الولايات المتحدة الأمريكية وشاركت كمساهم بأكثر من شركة. مع الوقت صار في عندك محفظة واسعة وقيمة ومهمة من حصص بشركات مساهمة بالولايات المتحدة الأمريكية. يعني أنا بطريقة مقتضبة حاولت الحقيقة أوجز 15 سنة من عمرك بعالم النفط، يعني بين 75 و89 كبسولة صغيرة. التفاصيل معك تفضل. الواقع يعني أنا طبعا لما حصل أنت النفط مش هي هو بداية العولمة، هو أول شيء انترناشنال في العالم هو النفط يعني والصناعة النفطية. بطبيعة الحال أمريكا كلاعب رئيسي وك يعني وأهم مستهلك في العالم وجدت فيه الفرص لأنه الإنسان يدخل، فدخلت بتوظيفات في شركات اللي وصار عندي حصص مسيطرة كنترول على ثلاث شركات، منا في الخدمات النفطية والأنابيب، منا في يعني إنتاج النفط وتطويره لكن بالمناسبة بهالفترة طبعا يعني أنا كنت أيضا ما يعني ما قدرت أخلص من فيروس الصحافة. لذلك يعني ب 78 يعني بدأ مشروع بين المرحوم سليم اللوزي صاحب الحوادث، يعني اتصل فيه ودخلت لفترة قصيرة بأنه أخذت حصة يعني في الحوادث. دخلت كشريك؟ ايه يعني كشريك، عملنا ترتيب يعني انا 48% هو 48% واخترت انا شخص شريك سميناه الشريك المرجح اللي هو بشكل من انه ما يكون الكنترول واضح انه معي، وانما هو كان فكرته كان رجل يعني لا شك انه كان رجل استثنائي سليم اللوزي وكان بحاول انه ينطلق الى الخارج. لذلك لما تشكلت الشركه كتب افتتاحيه في الحوادث يعلن عنا سماها الخروج الى البحر، كان عنوانها الخروج الى البحر بفكره الانطلاق. كنا طبعا كان بدأ بمجلة في لندن انجليزي اسمها ايفنتس بالانجليزي بدأنا فيها، ثم بالحوادث ككل. لكن رغم النوايا الحسنة لكن عقلتين ما تعايشوا كما يجب، لأنه بينتموا إلى حد كبير لثقافتين مختلفين. لذلك ما نجح المشروع، ما نجحت الشراكة. فسخت طبعا. رجل صيداوي عالم النفط هو عالم الأعمال الكبيرة وهو بالتالي عالم مخيف هكذا يبدو، تكتلات لوبيات، كيف قدرت تتكيف بهالعالم وهل فعلا هو عالم مخيف؟ طبعا مخيف، ما هو عالم مخيف، ولكن يعني الحجم ضخامة هذا العالم يعني بيجعل في صعوبات للإنسان يقدر يوجد في موقع قدم عملي فعلي، لكنه عالم واسع يعني في أمكنة للصغار كما أنه في العمالقة الكبار اللي الآن عم بيصيروا أكثر عملاقة إذا تريد.
لكن أنا دخلت الهيئة مثل ما ذكرت لك من منطلق اهتمام سياسي بالموضوع، لكن وجدت أنه هذا العالم النفط هو إلى حد كبير هو مثل دبلوماسية القرن 19، يعني بيتطلب درجة عالية من التخطيط ودرجة يعني من حسن تقييم الأشياء ودرجة من يعني الحرص على عدم الوقوع في أخطاء. يعني بمعنى أنه بده يكون الإنسان كتير حذر على بتحركه ويعرف ما يسمى sense of proportion، أنه شو الأبعاد، يعرف حجمه، يعرف أنه بيقدر يتعاطى بهالأمر أو لا يستطيع، يعني يعرف حدوده الإنسان تتوسع أفاقه. الأعمال هي علاقات، علاقاتها كيف بنيتها؟ الحقيقة هذه مسألة تراكمية بطبيعة الحال، يعني تبدأ من هنا لهنا. وان وجدت في عدة، يعني وجدت في لندن وكنت في بيروت وفي أبوظبي وفي السعودية وفي يعني أمريكا، بسبب أنه بالنهاية هذا العالم الكبير اللي اسمه عالم النفط هو بحقيقته نادي صغير ويعني إكسلوسيف خاص جدا، لذلك متى ما صار الإنسان موجود فيه صار موجود، وإذا صار عنده كريديبيليتي وصار عنده مصداقية صار بداخله، بالتالي يعني صار أسهل بكثير، صعب يدخله لكن متى ما دخله يتنقل بسهولة. النفط كان دائما سلاح العرب الأبرز، ويقال أنه هالسلاح أو حسب ما يبدو هالسلاح ما عرفوا استغلوه مثل ما مفروض، هل اليوم بعده هو سلعة استراتيجية بالنسبة للعرب؟ الحقيقة يعني حصل مرة واحدة استعملوا العرب عدة مرات، يعني في السويس وفي حرب 67، ولكن في حرب 73 كان سلاح النفط هو سلاح الأمضى ولعب دور أساسي، والمغفور له الملك فيصل قام بدور تاريخي هائل في هذا الموضوع. طبعا الشيخ زايد بدأ بن سلطان بدأ طرح الفكرة وتبناها الملك فيصل وخلقت الإمباكت. هنا انطلقوا العرب إلى العالم بأنهم قوة مهمة، إلى حد ما أصبحوا نتيجة هذه الصورة أنهم هذه القوة المهمة أصبحوا مستهدفين أكثر مما كانوا مستهدفين عبر التاريخ، وبالتالي دفعنا ثمن غالي لهذا السلاح، لأنه منذ بعد مقتل الملك فيصل وطبعا تغير الظروف إدارة هذا السلاح تغيرت، بالتالي ما حصل إتقان بفن إدارة هذا السلاح اللي هو لا يزال سلاح هائل إذا كان في نية لاستعماله. رجاء سيداوي، اليوم بتمتلك شركة EIG Energy Intelligence Group اللي بتقدم خدمات أهل النفط بكل العالم، خدمات محصورة بمطبوعات ودراسات وتحليلات وتقييم مع أرقام ومعلومات تتعلق بكل الزوايا والتفاصيل مرتبطة بالنفط. فالشركات اليوم موزعة بين نيويورك، واشنطن دي سي، هيوستن، لندن، سنغافورة وموسكو. شو عدد المشتركين؟ وهل هو عدد كافي؟ عدد طبعا عدد كبير. هو أنا يعني هذه جمعت هذه الشركة، بمعنى أنه اشتريت أقدم شركة مؤسسة إعلام نفطي كانت في واشنطن اسمها الأويل ديلي، اشتريتها في 87 أيضا كشيء على هامش أعمالي النفطية. ثم اشتريت من 3 سنوات يعني أحد أهم النشرات النفطية في العالم اسمها بتروليوم انتليجنس ويكلي. جمعت كل هذه في مؤسسة واحدة موجودة الآن حول العالم، تصدر يعني هي تصدر عدد كبير من النشرات بمختلف شؤون النفط والغاز وجيوبوليتكس، ولكن أهم شيء فيها الآن هي الإلكترونيك ببليشنج والإنترنت اللي يعني، فهذا هو يعني بينما كانت محدودة بحدود 10,000 مثلا مشترك، طبعا عم نحكي عن اشتراكات بحقل يعني
مكلف. لذلك يعني كلفة ما يسمى بالمشترك كلفة عالية. وهذه الآن عم بتوسع الآفاق بسبب الإنترنت بسبب هذه. فهو طبعا يعني بالنسبة لي هذا يعني ريسيرش وتحليل وبحث مهم لكل متعاطين بحقل الطاقة وحولها يعني بالفاينانشال سيرفيسز وإلى آخره. وأنا بالنسبة لي بتعطيني بالنسبة لأعمالي الأخرى هل يعني الصلة والأكسس وال يعني لا أتعاطى مباشرة شخصيا في الموضوع وإنما مؤسسة يعني أملكها ورئيسة ولكن لا أتعاطى في يومياتها حتى ما يصير في أي نوع من الكونفليكت أو يعني موجهة. التناقض أو ما بين أعمالي أحيانا ومصداقية وصدقية هذه المؤسسة العالمية. وبالتالي يعني في تقريبا 80 محرر ومحلل وفيها هم بيقرروا الأشياء والمهم المصداقية فيها. استراحة تاني مع الإعلان نرجع من تباليق. رجاء صيداوي حضرتك من المتتبعين الدائمين لأحداث منطقة الشرق الأوسط وبالتحديد لعملية السلام وأوضاع البلدين المعنية بهالعملية ولبنان بشكل خاص كان ولا يزال له مكانة خاصة عندك بفكرك وبتحليلك. اليوم كمراقب كيف بتشوف مستقبل المنطقة وحظوظ السلام؟ هل هي فعلا متوفرة كما يقال ويشاع؟ الحقيقة يعني أنا عندي ما أسميه بالتفاؤل الحزين، بمعنى أنه في تغير بالمعطيات اللي ممكن تؤدي لترتيبات معينة اللي ممكن تكون نسميها سلام، وهي ترتيبات سلام. وإذا كان السلام هو يعني إنهاء حالة الحرب فهذا يعني بعتقد احتمال كبير أنه حنوصل إلى هذا الأمر الآن، رغم أنه حيكون طريق شاق وصعب جدا، لأنه كل هذا المناخ حاليا هو أنا بسميه نتنياهو إفكت، أنه لا نزال نعيش احتفال سقوط نتنياهو ولا نعرف بعد ما هو براك. في عناوين وفي أشياء ولكن لا أحد يستطيع أن يتكهن. مثل نحن مع براك مثل العميان مع الفيل. واحد بيشوفه مسالم، واحد بيشوفه يعني حيكون أقسى من نتنياهو، يعني حالة وهو مستمتع بما يسمى بما أسميه نتنياهو إفكت، عنصر سقوط نتنياهو، وعم بيستغله إلى أقصى الحدود، ولا حتى الآن ما عم بيعطي أي شيء اللي ممكن تعتبره أنه بداية. لكن ظروف المنطقة وظروف العالم وظروف طبعا وضع الإدارة الأمريكية الحالي ورئيس كلينتون حيث يريد أن يعني ينهي إدارته بعمل مهم وبيكون أهم عمل ممكن تكون في أي إدارة أمريكية أنه هي تترأس أو تشرف على ما يسمى إنهاء حالة الحرب في الشرق الأوسط. لبنان في حال وقع السلام يقال أنه رح يكون في له دور خاص ومميز، هل تعتبر أنه هو مستعد اليوم تيواكب متطلبات الاستحقاق؟ أنا الحقيقة بعتقد أنه لبنان أكثر من مستعد، ولعله مستعد من أكثر من أي من معظم البلدان العربية الأخرى، لأنه لبنان في ثروة هائلة إنسانية وبشرية تكونت كانت موجودة دائما ولكن يعني تطورت وازدهرت بسنوات الحرب. الحرب أعطى لبنان واللبنانيين فرصة أنه يعرفوا العالم من موقع اللي هو موقع تحدي وموقع البحث عن البقائية من أجل السرفايفل. اضطروا اللبنانيين يتعلموا أكثر، يشتغلوا أكثر، يتعبوا أكثر، فتكون يعني تكون خزان بشري مهم. إذا النظام السياسي في لبنان عرف كيف يشجع هذا الأمر وبالتالي
يستقطب وينظم هذه الموارد البشرية، وأنا بعتقد أنه متوفرة عند هذا النظام خلافا للشائع ما يريده بعد يقوله بعض الناس، متوفرة بالشكل بهذا الوقت رغم كل يعني ما تقوله الناس والمناخات اللي يعني بتطلع وتنزل. بعتقد أنه لبنان حيكون بهالموضوع على قدر التحدي من معرفتي باللبنانية، يعني من مش بس وهي معرفة وثيقة ومعرفة مش كاملة، يعني بمعنى أنه كل حياتي عايشة يعني دائما في الحالة اللبنانية، يعني دائما في حالتي والحالة اللبنانية عايشة، هالشي لمسني صارت حالة واحدة كمان طبعا، ما هي بتصفي كمان أيضا تكامل. لذلك أنا بهالموضوع متفائل، وبعتقد أنه لبنان يعني الآن بهذه المرحلة يعني بالعهد الجديد مؤهل لأنه يكون له دور مهم، وبالتالي لبنان حيكون يعني مش فقط رديف لسوريا، وإنما حيكون عنصر أساسي من خلال المسارين في لعب دور رئيسي باتجاه إنهاء حالة الحرب بشكل يعني على الأقل يشعر فيه سوري واللبناني إنه كرامته محفوظة. الشيء اللي مع الأسف دول الطوق الأخرى ما أمنته لشعوبها. لبنان شهد مرحلة إعادة الأعمار، واليوم بعد إعادة بناء الحجر عم يشهد مرحلة جديدة، بناء البشر والمؤسسات، محاربة الفساد. برأيك هل لبنان عم يستعيد عفيته؟ وهل الأحداث بالذات بتشكل مؤشرات فعلية تمهيدية لمواكبة عملية السلام؟ أنا برأيي أيضا لا أزال إيجابي في هذا الموضوع، يعني تتم الحديث السابق اللي يعني عم نكمل. أولا بعتقد أنه لبنان خرج من يعني كان عايش لفترة يعني بحالة خلينا نقول غرفة العناية الفائقة، تعرض بإعادة البناء تعرض إلى كمية من الصدمات وإلى آخره، وطبعا يعني إسرائيل حالة مستمرة بمحاولة ضرب إنه لبنان يحصل على صحته وبالتالي على يعني يرجع يتألق دوره. أنا بتوقعي إنه أولا ما يجري الآن، وهو أيضا ربما في أخطاء، ولكن عم بيخلق ثقافة مهمة في لبنان، وهي ثقافة النزاهة، أهمية النزاهة وأهمية الشفافية. طبعا النزاهة يعني ما إلى شعبية، الناس يعني بتحكي فيها مثل الأخلاق وكل أشياء وبتر، لكن عمليا هي مثل الإنسان عم تعطيه يعني أدوية صعبة. ففيها فترة اللي فترة تغيير، يعني ثقافة مجتمع بده وقت لحتى يحصل هالأمر، وطبعا بده أخطاء أقل يعني. لكن أنا برأيي الرحلة هي رحلة صحيحة، والرحلة والطريق يعني رغم أنه صعب لكن يعني حيوصل إلى إن شاء الله. رجاء صيداوي، اليوم بلبنان هناك حكومة جديدة مثل ما بتعرف، مثل ما عم نحكي، الحكومة عم يعني تهتم بشكل أو بآخر بمحاربة الفساد، وهالحكومة بتعتبر أنها ورثت حمل كبير وتقل كبير خلفته الحكومة السابقة برئاسة الشيخ رفيق الحريري. برأيك رئيس الحريري حامل راية إعادة الأعمار يلي وصل للبنان ودخل الحياة السياسية محاط بهالة المنقذ، أين أخطأ وهل حقق الهدف المنشود؟ أدخلتني بالشؤون اللبنانية الداخلية أكثر من اللزوم. أنت مراقب، أنت مراقب الأحداث السياسية، ولكن هذا الأمر أنا يعني ظاهرة رفيق الحريري طبعا ظاهرة مهمة ولها جوانب متعددة، وبطبيعة الحال مثل كل الظواهر فيها يعني جوانب
النظرة إلا من جوانب سلبية أو جوانب إيجابية. بعتقد أنا يعني كان رفيق الحريري أوفر دوز للبنان، يعني الشيء اللي جرعة إضافية، جرعة زائدة، جرعة زائدة يعني للبنان اللي خارج من الحرب، اللي بيريد يدخل بوضع يعني إجا بحجم أكبر مما لبنان مجهز له، وبمشروع أكبر مما يعني لبنان قادر على أنه ضمن الموارد المتوفرة للبنان. يعني فاستعمل الكريدت كارد أكثر من اللزوم، اللي بطبيعة الحال شكل وضع اللي هو الآن تعاني منه البلد. ما في شك أنه في عدد من الإيجابيات، وفي ولأنه طبعا يعني الرئيس الحريري جاي من يعني مش جاي من الحياة السياسية اللبنانية بمعناها الليبرالي التقليدي، بطبيعة الحال في أشياء يعني ظهرت النواقص اللي يعني بفكرة أنه أحيانا لكي تنجز تاخد شورت كات، وأحيانا الشورت كات ممكن تعمل فيها غلط ما يعني قد يكون عن قصد أو غير قصد الله أعلم، ولكن اختار كثير طرق بهدف إنجازي. لا شك أنه مشروعه يعني بهدف في إنجاز في شيء مهم، ولكن بعتقد الظروف ما كانت تحمله. وطبعا جاء مع ذلك بكمل النقطة لأنه هذا أدخلتني موضوع حساس بليت. جزء من مشروع بذهن يعني الحريري كان السلام، التوقيت. لو يعني لو كان السلام قائم ومشروع كان ممكن يصير في حصل هذا إنه السلام من وجد. لذلك فقد مشروع الحريري يعني أصبح يعني بنص لباسه يعني. هل في معرفة شخصية فيه؟ لا الحقيقة مرة واحدة من سنوات طويلة بس ما في معرفة. لا. هل تتوقع أنه يرجع يلعب دور سياسي على الساحة اللبنانية؟ طبعا يعني الرجل نائب ورئيس كتلة، ويعني أنا بعتقد أنه يعني شيء طبيعي أنه يكون يلعب دور سياسي ويلعب، لكن دور بحجم دور يمكن عم يلعبه. هنا بندخل بقصة أيضا بفكرة السنس اوف بروبورشن، أنه يعني الحدود، أنه طبعا يعني في لما يتعدى الدور الحجم اللي هو مرسوم له، مش مرسوم، المفروض يكون البلد بحاجة له، بصير عنده بيخلق حالات بتتحول إلى سلبيات. يعني فن اختيار الحدود، تحديد الحدود ومعرفة الحجم، هذا شيء أساسي بالسياسة. رضا شداوي، للمرة الثالثة متوقف مع الإعلان، نرجع من تقيد الفقرة الأخيرة من برنامجنا ولقائنا الليلي، خليكم معنا. عودة إلى مرايا رجا صيداوي ليلي بحلقتنا. رجا صيداوي، اليوم نشاطاتك موزعة بين مجالين مختلفين، مجال الثقافة البحث ومجال الأعمال. هي وقت مقسم مناصفة 50% ثقافة و 50% أعمال. أنت عضو بالمجلس الوطني جيمس ماديسون لمكتبة الكونغرس الأمريكي، أنت أيضا عضو بجوجنهايم ميوزيوم فاونديشن بنيويورك، أنت أيضا عضو بمركز ويلسون. الحقيقة هالمراكز المهمة والأساسية كيف التحقت فيهم؟ كيف نشأت العلاقة بينتكم؟ هل استدعوك؟ هل طلبوا منك؟ هل عرضوا عليك تدخل معهم كعضو؟ الحقيقة منذ أنا لفترة انتقلت إلى نيويورك من لندن في 82، بمناسبة انتقالي كانت طبعا أعمالي هناك موجودة، لكن عملت قرار انتقال العائلة إلى نيويورك لفترة. بخلال هالشيء منذ أن وجدت هناك حصلت كشخص موجود ومعروف إلى حد ما، فصار اتصالات يعني الكونسل أون فورين ريليشنز يعني مجلس الشؤون الخارجية اتصلوا فيه، فصرت
يعني قبل تكون عضو فيه، ايضا من الفيروس السياسي اللي حكينا عنه سابقا. الودرو ويلسون كونسل اللي هو مركز رئيسي في واشنطن، يعني ايضا حصل اتصال، اللي كان مديره رجل يعني عالم مهم بالشؤون السوفيتية والشؤون الروسية والشؤون، فدعاني اشتركت في هذا، ولا أزال منذ 52 الآن منذ 82 الآن مديره هو لي هاملتون اللي تقاعد من الكونغرس بآخر العام الماضي وأصبح الآن مدير هذا المركز. فهذا بكونه صديق اتصل فيه وفكر أنه نبدأ بمشروع مماثل، فتشكلنا بمجموعة صغيرة، بدأت صغيرة، ما يسمى بجيمس ماديسون كونسل اللي هو مجلس استشاري لمكتبة الكونغرس، وأصبح الآن طبعا يعني مجلس مهم جدا وله أدوار مهمة بحقول يعني الثقافة هي الحقيقة مش فقط الثقافة، يعني بمعناها طبعا الثقافة بمعناها الكلي، ولكن التعاطي بالشأن العام بمعنى العمل اللي هو خارج الأعمال اليومية أو خارج يعني ما يسمى البزنس. فجزء من الاهتمام بالثقافة طبعا الاهتمام بالفن، وبالتالي لما الجوغنهايم يعني قرروا بديوا بفكرة إقامة ما يسمى بالجلوبال ميوزيوم، أي يعني متاحف شاملة، أيوة متاحف في عدة أمكنة وإلى آخره، فدعوني لحتى أكون في يعني تراستي عضو بمجلس الأمناء، وبالفعل اهتميت من خلال اهتمامي بال يعني بالفنون اللوحات وال يعني ومدارس يعني الفنية بأول يعني التماثيل والهذي، وبنظرا لأن هم يعني مودرن وكونتمبرري يعني معاصر، هذا حق المكتير أنا بعرف، فهذا كان فرصة لأنه يعني اطلع أكثر وتشفوا رجل سيضوي. الحقيقة وقت بتحكي عن التحف والمنحوتات والتماثيل واللوحات، مطلع ببيتك بكل زوايا بيتك ملاقي انه ملوى البيت في عندك تماثيل ومنحوتات ولوحات، كيف بيتم اختيارها؟ هل بتختارها لجمالها؟ هل بتختارها للتواقيع الموجوده عليها؟ هل بتختارها للحوار اللي بينشا بينك وبينها؟ الحقيقه يعني هو جمالها والشيء العلاقه اللي بتتكون، انه راسا بيصير كود فودر او يعني كود كور والهيك يعني انه في بريد تكون عايشه معي هالقطعه هاللوحه او هال يعني في احد المنا يعني وين تكون او شيء، واللي عم بيصدف انه هالاشياء اللي بيصير فيها هيك الا تواقيع مهمه. فاخر امر هو التواقيع، ولكن تاتي ب يعني بالاضطرار، انه يعني الاعمال المهمه هي اللي بتشد الانسان اكثر من يعني الاعمال اللي هي اللي شدتك أقل أهمية. هي اللي شدتك، لذلك يعني بيصدف انه يعني فان دايك وشغال ورنوار وكذا، لكن هذه بس يعني لانه حصل ورودا او كلوديلا او يعني داليا. رجاء سيضاوي، مثل ما سبق وذكرت ببيتك في مكتبه كبيره وفيها كم هائل من الكتب، كتب بكل اللغات، بالفرنسية بالإنجليزية وبالعربية، فمنلاقي جبران خليل جبران، منلاقي أحمد حسن الزيات، منلاقي ابن خلدون، منلاقي جرير، منلاقي الفرزدق، فيليب حتي، المطران يوسف الدبس، طه حسين وغيرهم، كما منلاقي كتب لكيسنجر، لتوماس هاردي، لجوزيف كونراد، لبليتو، لأندري جيد وغيرهم وغيرهم. الكتاب هل هو صديقك؟ ايه، انا نرجع للنشأة، انا عشت في بيت الكتاب مهم بهالبيت، طبعا الولع بالكتاب بدأ معه بالطفولة واستمر مع الوقت، مع الوقت تزايد وتحول إلى حالة من ليس فقط القراءة وإنما العلاقة مع الكتاب، لذلك في كمية اللي يعني مجموعة الكتب اللي بجمعها ليست فقط كتب القراءة، لأنه بتشوف مثلا في مجموعة
يعني رير بوكس، الكتب النادرة، عندي إياها بمجموعة للقراءة والاستعمال. فهذيك تكون بسبب تاريخها والبايندينج وشكله ومين دائرها ومين يعني وين كانت وإلى آخره، اللي إلها الحالة. وقراءتها بستعب يعني باخذ طبعات جديدة حتى ما نسيء للطبعة الأصلية، لسوء الاستعمال الطبعة الأصلية. لكن ما في شك إنه هي مش العرض، هي القراءة طبعا. ما هي يعني الكتب القراءة، لكن الكتب أيضا حالة متكاملة، أيضا فيها بعد فني. يعني تجليد الكتب ونوع الورق ونوعية الطباعة والحالة والفترة الزمنية، كل هذه حالة جمالية ومهمة. رجاء سيضاوي، بيتك ملتقى رجال السياسي والصحفيين، صحفيين طبعا نفهم هني أصدقاء العمر، والسياسيين هل في هدف سياسي معين أم فقط مصادفة جامعتكم فنشأت صداقة بينكم؟ ما هو يعني أيضا بهالموضوع طبعا لا نفصل بين الصحفيين والسياسيين، لأنه الصحفيين اللي هم يعني صداقات العمر، أيضا السياسيين. ما أنا قلت لك المرض الأول هو يعني الحب الصحافي والمرض السياسي. مين أصدقائك المقربين؟ في عدد كبير كتير من الأصدقاء، إذا بدي هلا أسمي لك لا عندك وقت ولا، وبعدين بكون عم بمارس يعني يعني عم تحرجني، لأنه في بالفعل عدد كبير من الأصدقاء اللي هن أصدقاء حقيقيين، صداقة حميمة ويعني مستمرة عبر 30-40 سنة. يعني حضرتك بتحمل أجنسية نمساوية من زوجتك السابقة وعندك بنتين لارا وتانيا، كيف هي حياتك العائلية؟ ممتعة. هل أنت أب دائما موجود متواجد قريب من بناتك؟ صديق؟ طبعا موجود بقدر ما بيكون الإنسان موجود بهالعصر، يعني حيث يعيش يعني حياة بداوي معاصرة. لأنه طبعا يعني حلوة بداوي معاصرة، لأنه يعني نعيش في واشنطن ونعيش في باريس ونعيش هنا ونعيش في الهدي، فبطبيعة الحال هذه. لكن لا طبعا العلاقة قريبة جدا، وازدادت القرب لما كبروا مع العمر وأصبحنا يعني يعني أصدقاء، مش بس يعني أب وبنات. رجاء سيضاوي، علاقتك مع الإدارة الأمريكية مميزة هكذا يقال، كيف بنيت هالعلاقة؟ ما يقال ليس صحيحا. ما في علاقة مميزة، بس مثل أي إنسان بيتعاطى بالشأن العام في كمية ضخمة من العلاقات بهذه بالإدارة ويعني وبخارج الإدارة وبالسينك تانكس وهذه، لأنه بتعرف الحياة يعني المؤسسة السياسية الأمريكية هي مؤسسة يعني خارج الإدارة وداخلها. يقال سيد سيضاوي أنه عند دعوتك لهنري كيسنجر لحضور حفل عشاء ببيتك يلي بيوقع بنفس البنية بنيويورك، وافق على الحضور على شرط مبلغ من المال، هل شيء صحيح؟ لا، غير صحيح. غير صحيح. غير صحيح. الحقيقة أنا أول ما انتقلت على نيويورك هو جاري، أول شخص دعاني هو دكتور كيسنجر. كلام. على ترويقة وكذا. كلام وإشاعات. فلا ما. طبعاً بعدين حاول لأنه عنده كونسلتينج فراد أنه يكون أحد زبائنه بالكونسلتينج، بس لا ما أبداً يعني. صحيح. أنا بوصل هون للسؤال الأخير، رجاء سيضاوي، هل عم تسعى اليوم بشكل أو بآخر للعودة إلى الكتابة أو إلى عالم الصحافة، وهل بتحن لهالمجال؟ الحقيقة ما خرجت أنا عن عالم الصحافة، الكتابة موضوع آخر. الكتابة مع الأسف أنه الإنسان نتيجة الكتابة تتطلب التركيز والفوكس، ونتيجة إنه كمية ضخمة من هنا مقصر أنا بهذا الموضوع، مقصر بحق ذاتي نفسي. أنا بتشكرك الحقيقة على هاللقاء يلي أتحنا الفرصة نكتشفك ونتعرف عليك. طبعا سمحنا للمشاهدين خلال الساعة إنه نتعرفوا على مواطن عربي، ما رح هو لبناني ولا سوري، مواطن عربي دائم الترحال نجح بحياته، وكنا بنحب نحكي عن هالنجاح هيدا
ونعكسه عبر مرايانا. بتأمل يكونوا المشاهدين استفادوا مع الحلقة وقدوا معنا وقت ممتع. بحب أنك تختم اللقاء على طريقتك وتوقعه، تفضل. أولا بشكرك طبعا، ومثل ما ذكرت أنا رجل يعني تفاديت عبر السنوات أنه فهذه حفلة الخروج الخروج إلى الجمهور إلى الضوء اللي قمت فيها بدور يعني القابلة المدوايف. هذه سعادة كبيرة لنا الليلة الحقيقة. وأنا قلب البداية وذكرت أنه الليلة حلقة استثنائية لأنك بتطل للمرة الأولى، أنت كنت دائما وراء الحدث تبحث عن الحدث أو تلهث وراء الحدث تحلله وتعلله وتقيمه. الليلة أنت كنت الحدث طبعا والناس تعرفوا عليك، وطبعا بكرة هن بدورهم رح يقيموا الحلقة. بتأمل أن يكون التقييم إيجابي، لبقى أنا أكيد من هالشيء. إن شاء الله نكون عند حسن الظن، إن شاء الله ما نكون أطلنا أكثر من اللزوم، وتوسعنا حيث يجب أن لا نتوسع، واختصرنا حيث يجب أن لا نختصر. شكرا، نلتقي قريبا إن شاء الله. شكرا، تصبحوا على خير.